بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبابنا الكرام، في لقائنا الجديد من هذه الدروس الرمضانية التي أسأل الله تعالى أن يتم علينا فضله، وأن يتم علينا هذا الشهر، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين الذين يعتقون من النيران. أحبابنا، كنا قد بدأنا بذكر الله سبحانه وتعالى من الأعمال التي نشتغل بها في رمضان، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن ذكر لا إله إلا الله وعن الاستغفار، ونتابع إن شاء الله عز وجل عن ذكر عظيم ولفظ بسيط لكن له أجر عظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا الذكر العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فذكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله، أن تستحضر في قلبك نعم الله عليك، فضل الله عليك، ثم تقول من قلبك، من لسان قلبك، الحمد لله على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، على نعمة الصيام، على نعمة القيام، على نعمة القرآن، على أن جعلنا من هذه الأمة التي أسأل الله تعالى أن تكون الناجية يوم القيامة. هذا الذكر البسيط الحمد لله. لذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يشرب الماء البارد، فيقال يعني هذا منافي للزهد، لماذا تشرب الماء البارد؟ قال: لأنها أرجى لأن تستخرج الحمد من صمصام القلب، والحمد لله من قلبك. لما بتشوف أنه الله أنعم عليك وأغدق عليك النعم ظاهرة وباطنة تقول الحمد لله. فهذا الذكر أيها الأحبة الأكرم، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.